ينسى العروس قلبه ينسى سواده والخصام. أبشي السلام أبشي السلام ملكه ينبغي كل الخصام. أبشي السلام أبشي السلام ابدأ حياتك بالسلام تحيا كريما باحترام. نحن في هذه اللحظات قد أنهينا احتفالية هامة جدا في دير حنا، وهي احتفالية التوقيع على ميثاق السلم الأهلي، مؤكدين بذلك انطلاقا مسيرة لجنة إفشاء السلام المحلية في دير حنا. هذه اللجنة هي إحدى اللجان المرتبطة بلجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا. هذه اللجنة في دير حنا هي لجنة تمثل كل البناء الاجتماعي في دير حنا. نأمن من كافة القوى السياسية أن تلتحق بهذه اللجنة، نأمل من كل القيادات الدينية من الأهل المسلمين والمسيحيين أن تلتحق بهذه اللجنة، نأمل من كل ناشط له دور الفعال البناء أن يلتحق بهذه اللجنة. نريد جهود الجميع حتى تكون مسيري باسم الجميع نحو الوصول إلى دير حنا ذات التراحم والتغافر والتسامح، ذات قيم السلم الأهلي، ذات البيت السعيد لكل الأهل من المسلمين والمسيحيين. ولذلك نحن في هذا اللقاء نؤكد هذه الانطلاقة، وإن شاء الله تعالى بعد أن نثبت هذه الانطلاقة لدينا طموح أن نقيم لجنة إفشاء سلام شبابية في دير حنا، لجنة إفشاء سلام نسائية في دير حنا، ولجنة إفشاء سلام طلابية في كل مدرسة. طريقنا طويل، نحن متوكلون على الله، نسأل الله التوفيق والنجاح. نحن نشكر الجميع على هذا الحضور المشرف، ولا تقيسوا أنفسكم بعددكم إنما بعددكم. وهذه دير حنا يمكن أن نخرج من هذا الدير، ولكن هذا الدير لا يمكن أن يخرج منا. فدير حنا في قلوبنا عقولنا، وسنعمل جاهدين دائما أن نقف بجانب هذا المجتمع العربي الفلسطيني الأصيل. ونشكرهم جدا على استقبالهم ورحابة صدرهم، فبينوا كل مرة نتعرف على شخص آخر من دير حنا يطيب لي أن أعيد كلام القديس بطرس على جبل طابور في عيد التجلي. نحن نقول هذا، قال حسن لنا أن نقيم ها هنا. بارك الله فيكم جميعا، وبارك الله في أعمالكم، وهذه فقط انطلاقة. يعني اجتمعنا اليوم مع الشيخ رائد صباح أبو عمر وأبونا الأب الدكتور شمعون كوري ولجنة السلم الأهلي في دير حنا وأهلنا في دير حنا. الموضوع هو توقيع الميثاق إفشاء السلام وإقامة لجان صلح. طبعا الحضور كان حضور مبارك والاجتماع ناجح والحمد لله. بالإضافة إلى ذلك يعني النتائج المرجوة إن شاء الله هو التكاتف والتعاون ويعني نهج واتخاذ سبل اللي إن شاء الله يعني نحاول قدر المستطاع إنه نشتد آفة العنف اللي موجودة في مجتمعنا. إحنا رايحين نقوم بواجبنا واللي بنقدر عليه، والباقي على رب العالمين إن شاء الله.